إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس الرابع: صناعة المغناطيس وتطبيقاته العملية. نشاط واحد: أصنع مغناطيسا بالدلك. أحضر الأدوات الآتية: برادة حديد، مسمار حديد، مغناطيس، مشابك حديدية. واحد: أقرب المسمار من برادة الحديد أو من المشابك الحديدية. ألاحظ لا يحدث شيئا. اثنان: أدلك المسمار بالمغناطيس كما في الشكل. ثلاثة: أقرب المسمار المدلوك من برادة الحديد أو من المشابك الحديدية. أربعة: أسجل ملاحظاتي أن المسمار بعد دلكه جذب البرادة. خمسة: أرسم ملاحظاتي في دفتري، أستنتج أنه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بطريقة الدلك. نشاط اثنان: أصنع مغناطيسا كهربائيا. هيا نتبع الخطوات الآتية لنصنع مغناطيسا كهربائيا. واحد: أقرب مسمارا من برادة الحديد. ألاحظ ماذا يحدث؟ لا يجذب المسمار برادة الحديد. اثنان: ألف سلكا معزولا حول المسمار عدة لفات، وأصل طرفي السلك بقطبي البطارية كما في الشكل المجاور. ثلاثة: أقرب المسمار من برادة الحديد، أسجل ملاحظاتي، يجذب المسمار برادة الحديد. أربعة: أفتح الدارة الكهربائية وأقرب المسمار من برادة الحديد وأسجل ملاحظاتي، لا يجذب المسمار برادة الحديد. أفتر المغناطيس الكهربائي، يفقد قدرته على الجذب عند فتح الدارة الكهربائية. أستنتج أن يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بواسطة التيار الكهربائي. أفكر وأجرب كيف أجعل المغناطيس الكهربائي أكثر قوة. زيادة عدد لفات السلك حول المغناطيس، زيادة قوة التيار الكهربائي أو عدد البطاريات. مشكلة وحل: تاه صياد في عرض البحر وأراد العودة إلى الاتجاه الصحيح، ما الأداة التي تنصح الصياد باستخدامها لتحديد الاتجاهات؟ استخدام البوصلة. أخرج إلى الملعب واستخدم البوصلة في تحديد الاتجاهات. أرسم الاتجاهات على أرضية الملعب. أبحث بالرجوع لمكتبة المدرسة أو الشبكة العنكبوتية. أبحث في إنجازات البحار العربي المسلم ابن ماجد في مجال الملاحة البحرية. نشاط أربعة: المغناطيس في حياتنا. أتأمل الصور الآتية وأتحدث عن استخدامات المغناطيس في حياتنا. لدينا الصور الآتية: مولد كهربائي، مكبر صوت، كاشف معادن، سماعات، مذياع، جهاز رنين مغناطيسي. أكتب أسماء أدوات وأجهزة أخرى يستخدم المغناطيس فيها: الجرس الكهربائي، الثلاجة، التلفاز، الخلاط. مشروع: نرسم أشكالاً، أزهار وفواكه وحروف وفراشات على ورق مقوى ونلونها، نقص الرسومات ونثبت مغناطيساً خلف كل شكل، نزين باب الثلاجة برسوماتنا الفنية.